صلاح نجم ليفربول بالتأكيد فخور أنه صار الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي بعد سباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، وعلى فكرة هي تقريبا الخسارة الأكبر في تاريخ النادي. الفريق يعلم أن أداءه تراجع عامة، فهل هذا يعني بالضرورة الثأر من ريال مدريد كما توعد صلاح سابقا وتنفك العقدة؟ حتى الآن خسر صلاح 7 مباريات أمام ريال مدريد، فمتى بدأت العقدة؟ في نهائي 2018 في أوج تألق صلاح خسر ليفربول في نهائي الأبطال ب3 أهداف لهدف. لم يخسر ليفربول النهائي فقط، بل تعرض صلاح لخلع في الكتف بعد موقعة راموس الشهيرة. بعدها توعد صلاح الريال وقال فيما معناه يعني بالنطار ولازم نصفيه. ثالثة تابتة في هذا الموسم وستعوض الخسارة، جماهير الريدز مهيئة للثأر في الشوارع لكن ليحبطوا بالنتيجة. رغم تقدم ليفربول بهدفين لكن الهزيمة كانت ثقيلة 5-2 وكانت فضيحة للريدز ولم تنفك العقدة. الآن يجب أن يكون الفوز بفارق 4 أهداف في مباراة العودة في منتصف مارس حتى يتمكن صلاح من فكها العقدة يعني.